نعم سمر، دعيني أبدأ قبل ذلك من آخر الأرقام والنسبة التي وصلت إليها، لأن مجريات هذا النهار سنطلع عليها بعد قليل في تقرير مفصل. الأرقام وصلت، نسبة المشاركة ارتفعت نسبيا في ساعات ما بعد الظهر لتسجل الآن نسبة 54%، أي أنه شارك حتى هذه اللحظة قرابة 1096 شخص من أصل 1906 أشخاص مسجلين في 6 أقلام في السويد، موزع على ستوكهولم هنا قلمان، جوتنبرغ قلمان، وأيضا مالمو وهي في الجنوب كذلك قلمان. وبما أن سفارة لبنان في السويد تقوم بأعمال السفارة في الدنمارك حيث لا يوجد سفارة، قد فتح قلم اقتراع في كوبنهاجن وسجل 124 شخص اقترعوا حتى هذه اللحظة من أصل 220 شخص. أما أبرز المشاهدات يمكن تسجيل هذا النهار سمر أن الانتخابات أو أن المغتربين اللبنانيين هنا في السويد وفي ستوكهولم تحديدا خاضوا هذه اللعبة الانتخابية بكل تفاصيلها، بمندوبيها، بأحزابهم، حتى بنية تصويتهم، على الرغم من أن ربما توجهاتهم وطريقة انتخابهم في السويد كحاملي للجنسية تختلف، لكن ما أن يدخلون إلى السفارة اللبنانية يخوضون هذه اللعبة بكل تفاصيلها. كانت شابتها بعض الشوائب من يعني البعض جاء ولم يتمكن. نعم رامز، عذرا على قطع الرسالة، ولكن نحن مضطرون للانتقال إلى وزارة الخارجية للاستماع إلى مؤتمر يعقده معالي الوزير جبران باسم. بشكل طبيعي